إنسان الغاب ده لقى طائر صغير بيغرق. قبل ما تشوف عمل معاه إيه لازم تعرف معلومة على السريع: إنسان الغاب يعتبر أذكى أنواع القرود وبيستخدم الأدوات بطريقة مدهشة. فمثلا هتلاقيه بيستخدم فروع الأشجار ويقلمها علشان يطلع بيها النمل من جوه الشجر، وبيستخدم أوراق الشجر عشان يعمل شمسية تحميه من المطر، وغيره وغيره. نرجع لبطلنا ده واللي قرر ينقذ الطائر. في البداية مدله إيده بورقة وفكره ذكي زيه وهيفهم، بس الطائر ما فهمش فمد ايده وطلعه. الغريب ان بعد ما طلعه فضل قدامه بيفحصه ويفوقه برقه شديده جدا وحرص عشان ما يأذيهوش. يا اخي سبحان الله، قول لنا في التعليقات ايه رايك في تصرفه.